أو ما حكم شخص يقول إن المولود لا يأتي برزقه؟ هذا جاهل بالشريعة، جاهل بشرع الله، جاهل بالكتاب والسنة. ولا فمعلوم يقينا لدينا أن الله قال في السماء رزقكم وما توعدون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم، النطفة الحديث، وفيه ثم يأتي الملك ويؤمر بأربع، بكتابة رزقه وأجله الآية. قال تعالى أيضا وما من الحديث عفوا قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.